تحايا الصباح لكم مشاهدينا في كل مكان، وكل التحايا لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد. مجموعة من الأعمال بنشاهدها ونحن جايين الصباح على شريط النيل، يمكن مجموعة من ستات الشاي، مجموعة من الصيادين، مجموعة من الحطابين، وده نحن بنحييهم لأنهم هم في كل الظروف يكونوا شغالين ومن بدري. يعني نحن من 5 صباحا بنشاهد مجموعة منهم موجودين في الطرقات، كلهم الميكانيكيين، النجارين، السباكين، صح، ما بنبقى بلاهم. البروف ما بيبقى بلاهم، والزول العادي ما بيبقى بلاهم. يعني ديل بيصلحوا حياتنا وبحاولوا يخليها سهلة. يعني طبعا كلهم على أي مستوى، يعني كل المهن بدون فرز. يعني هم مقدمين مساعدة واضحة. غير ده كله الكسب الحلال بيكفيك شر السؤال بالضرورة يعني، وبتكون راضي عن نفسك لما ترجع البيت بأنه ده بشغل ذراعك يعني. صح، وفيه كثير من العطاء. نحن بنحيي كل اصحاب المهن وكل اصحاب الحرف، تحيه خاصه للسيدات الجالسات وبيشاهدونا اليوم في البيوت، هم صاحبات السعي الاعظم بالتاكيد. بنحييهم، بنحيي اليوم في ارزاق ستات الشاي بالتحديد. والله مهم جدا يعني، وبالتحديد المهنه دي، لانه التجارب كثيره جدا لستات شاي. خرجوا اطباء وخرجوا مهندسين وخرجوا دكاتره من هذه الترابيزه الصغيره. يعني الشاي ذاته من الخدمه اللي بتكون بتبدا 5 صباحا بتنتهي نهايه اليوم على الساعه 5 او الساعه 6 في المؤسسات الحكوميه في كله. يعني في ستات الشاي كان ما عملوا الزلابية دي، في ناس ما بيفطروا بالمناسبه. طبعا ما اجمل زلابية الصباح دي بشاي اللبن عند ستات الشاي وتداخل المكتب، ودي الاشياء مرتبطه بالصباح بشكل كبير. خلاص بالضبط، زي برنامج الصباح. احنا نتمنى انه كل الناس يا ريت والله يكونوا مرتبطين بينا، يا ريت تكون زي الجبنه، تكون زي ستات الشاي وزي القهوه وزي كل حكايه الصباح. خلونا نشوف ستات الشاي. أسعد الناس بوجودي، لو أعيش ذل له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصني طيب، كل يوم يخضر عودي. يلا، ما كنت شغال أصلا، لكن ظروف الحياة خلتني أشتغل. طبعا زوجي قاعد لكن ظرفه صعب. اول حاجه مؤجرين، ما عندنا بيت، يعني حق الاكل زاد ما عندنا. يعني الظرف يعني خلاني اشتغل، والله عندي تقريبا 10 سنة يعني باكل وبشرب وبس. يعني الشغل ما في وفر بصراحه، لكن على حسب الظروف. الزول ما يحتاج للانسان يشتغل بذراعه احسن حاجه. والحمد لله من اشتغلت في شغلي ده، يلا قاعد اعمل شاي وقهوه. طبعا السكر غالي والبن غالي والحاجات كلها غاليه، يعني ظرف محدد. ظل حاجات الشغل والفحم والحاجات دي عداك، لو فضل لك وفر للمدارس وكده. الحمد لله وما واجهتني حاجه صعبه. او حنان جوا الملاجئ، أبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا وينوموا واحرسوا طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي، وابقى زولا ليه قيمة، وابقى زولا ليه قيمة.